ليه مجلة زي نيتشر علمية جدا تنشر صورة لعبة بلاي ستيشن على الغلاف؟ اللي اهتمت بيه نيتشر هو التعديل الجديد اللي عملته سوني في اللعبة دي، لما دخلت نوع جديد أو تحديث للذكاء الاصطناعي. وحسب تعبير نيتشر اللي هقوله نصا، بتقول إنه اللي حصل في اللعبة دي اختراق جديد في مجال الذكاء الاصطناعي ككل، مش على مستوى لعبة. قالك ما في ألعاب كتيرة جدا الذكاء الاصطناعي بيغلب اللاعبين البشر، حصلت بالذات في الشطرنج أو الحاجات اللي بتعتمد على مجهود عقلي وفقط. قالوا إنما اللعبة دي حاجة مختلفة، اللعبة دي بتعتمد على قرارات عقلية وجسمانية وتوافق عضلي وعصبي ومجموعة من القرارات والاحتمالات اللامتناهية، لأن هي أقرب لسباق العربيات الحقيقي. السواق أو سائق عربية السباق بياخد قرار، هياخد المنحنى ده ولا لأ، لو في مستجدات بيعدل سواقته لها أو فيها، لو في حادثة قدامه، يعني في مجموعة رهيبة من القرارات، مش بس حسابات عقلية، إنما لها علاقة بالخبرة والمهارة. لما الفيرجن الجديدة أو النسخة الجديدة المحدثة الذكاء الاصطناعي ده يغلب أبطال العالم في لعبة جراند توريزمو، يبقى في حاجة نيتشر بتقول إنه العالم سيتغير. المرة دي التحديث ده موجود في لعبة، إنما في مهن كتيرة جدا كنا بنقول كبشر إنه مستحيل الارتفيشال انتليجنس يحل فيها محل الإنسان، نيتشر بتقول اللعبة دي أو النسخة الجديدة اللي نازلة بتقول لأ، كتير جدا من المهن والمهارات والوظائف اللي كنا نعتقد انه مستحيل البني ادم هو اللي هيعملها، لا، هيعملها الذكاء الاصطناعي. وده الشيء طبعا يعني مثير للاهتمام والخوف في نفس الوقت.